وفضلا لم يفز بشفائي إن لم تكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائم إن لم تكن منك المعونة لم يفز أحد من الدنيا بنيل رجائي سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب فإذا سكت اللسان لسبحت أعضاء صومنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بثناء يا سامع الدعوات يا سامع الدعوات يا سامع الدعوات في جنح الدجى اغفر ذنوبي مقبول
مولا وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. إليك دعاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا وفيك رجاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى وفيك دعاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا السلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر.